ايه وزير ده وزير كده؟ كسفتني قدام الجواري بتوعي. كسفتك ايه يا زفت؟ البنات نسفت وانت لسه طاري. يا دنشف بقى يالا. والله انا ما كنتش عايز ابقى اغا اصلا. انا نفسي افهم انت ليه بقيت اغا. دي حكايه طويله احكيها لك. لا. في يوم كنت ماشي وسط الغابات، دخلت وسط الغابات والنباتات، فجاه لقيت زرعه بتقول لي مالك يا تامر؟ خد يا تامر يا تامر. يكفي انت الكذب اللي انت فيه ده. هو في تامر في تركيا؟ يعني في زرعه بتتكلم؟ اكمل لك؟ لا. المهم قلت لها مالك؟ مالك يا زرعه فيك ايه؟ قالت لي مالك وشك مخطوف كده؟ قلت لها فعلا. ومن ساعتها خدتها حكمه. ان جار عليك الزمن ميل 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 وحدف منديل كاتب على طرفك. بس فهمت حاجه؟ لا. ما تكلمناش بقى يا ابني. افهم بقى واسترجل مره واحده. يا عم انا الحمد لله اللي انا اتولدت في تركيا اسمي اغا، ما عادش فاهم حاجه، لازم اقعد اشرح لهم يعني ايه اغا. عارف انا لو عارف؟ عارف انت؟ عارف؟ انت ما قلتش حاجه اعرفها. استنى. عارف انا لو مولود في مصر؟ اقعدوا لك خد يا خروف، خد يا دي. عارف انت الحاجات دي؟ عارف عارف. بعدين اقول لك الحمد لله انت هنا بيقول لك يا اغا في وسط البنات عادي. أيوه. انت عارف لو في مصر هيقولوا بعد اذنكم يا بنات سدوا ودانكوا عشان هنندهلوا. ايوه عم ما ينفعش يقولوا لك اسمك. طب انا اعمل ايه؟ طيب انا افضل كده؟ انا نفسي تسترجل بس. وانا والله العظيم اعمل لك اي حاجه يا واد عشان تسترجل. طب اشتمني كده عصبني يمكن يطلع الراجل اللي جوايا. يا لهوي ده سهله جدا. طب يلا 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 يلي مش راجل. يا راجل يا ناقص. يا ريت يا ريت يجي لي شغل اكتر. يا ابني يجي لك شغل ايه ده اللي بهينك؟ انا بستنى الحاجات دي، ما انا بمشي في الشارع استنى الحاجات دي، ونفسي في حياتي حد بس يقول لي اغا اجري عليه على طول. يا اغا. ايوه سيبني سيبني. الله يخرب بيتك عامل زي الفرقع نوز. اوه يا تسترجل ياد مره واحده. لا معرفش. طب انا نفسي اسالك سؤال دلوقتي. اتفضل. ايه علاقتك بالجنس الاخر؟ الفضائيين. تصلك جنس ثالث فما تفهمش اللي انا بتكلم فيه. مين طب؟ ايه علاقتك بالبنات؟ لا 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 بتكسف. يا لهوي تتكسف؟ لا ما ينفعش يا ابني. ما اقدرش. لا ما تقدرش. انت عمرك ما علقت بنات؟ لا لا يا خالص. لا لا خالص. ايه لازم؟ تعالى ادخل هنا، انت لازم تنشف وتعلق بنات. هتعلمني؟ انا هعلمك يا لهوي. انت فاكرني وزير؟ انا كنت بقف على النقاصه اشرب بانجو. الله ايوه هيعلمني بقى وابقى راجل كده واعرف اعاكس كل البنات. انت دخلت الحمام ولا ايه؟ ثانيه واحده انا جاي لك اهو. يا فيروز. نعم. اتفرج بقى. ما يلا بلاش محن في ايه. هو احنا علينا يوم السبت الساعة 10 ايه؟ عندنا بحبك. خدت بالك قلت السبت الساعة 10 بس. علي الطلاق لو كملت الاسبوع اللي اجيبها على الشقة. سهلين موت يالا. والله ما عملت حاجة. بص كتابين من بتوع اعدادية ونضارة ما فيهاش ازازة اهي. طب انا عايز اعمل كده والنبي. لا اهم حاجة الكتف. كتف؟ ايوه اخبط بالكتف هتجيب السر في الكتف. طيب حازم يلا استنى ثانية واحدة. يلا ادخل عليه. هديك في اسنانك. ضحكتني والله. ضحكتك انا جايب لك شريط نكت. خلاص خلاص. انشف شوية انشف راجل. ايوه. بتضحك قوي والله. هشيلك ارميك بره. خلاص خلاص خلاص. بتضحك قوي ايه يا ابني؟ مش نكت ايه؟ خلاص كتف. انشف الكتف الكتف. اي 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 كتفي كتفي. لازم اروح الهوسبيتال بسرعة مش قادر. I'm being in here. I can't. What happened baby? I can't flashes. اخرج انت روح المدرسه يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني عمرك ما هتنشف. نفسي تبقى راجل مره واحده. يا عم انا متضايق بقى. انت عارف انا نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسك في ايه يا سيدي؟ نفسي اشرب شاي. ايه ده بجد والله؟ والله. معاك كوبايه؟ معايا اهي. اشرب يا سيدي شاي تقيل اهو. اسكندراني بقول لك ما تلاقوش بالازاريطه. ربنا يخليك. يا والله العظيم اهم حاجه انت تفرح. شوف كلامي معاك والله نساني الظهر فاتني. هو ودن؟ اه. طب ما تتوضى يا جدع بقى. بس الف شكر يا صاحبي. اسطول السلطان يا نهار اسود. وسع جلالة السلطان سليمان القانوني.
ها ايه الاخبار؟ كله تمام يا مولاي. اخبار الحرام لك ايه؟ بالراحه يا ابني، بالراحه هوي بالراحه. ها اخبار الحرام لك ايه؟ كل الحرام. هغيرك اجيب مروحه سقف. بالراحه وريني ازاي. بالنسبه للحريم الجداد هجيب لي برد كده يا ابني. حريم الجداد اللي جم الحرام لك اخبارهم ايه؟ كويسين؟ كويسين ومية مية يا مولاي. اكدت منهم انت بتعامل لي كصباع كفته ليه يا ابني؟ هوي بالراحه. اتاكدت منهم ولاحظت ان متفاجئ انت. ها تأكدت منهم وتأكدت ان كل تعال 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 المية اللي هنا سخنة. ها هو عليها عايزها تل. هو على دي يلا هوي. تأكدت من الحريم وعرفت ان هم يعني مفيدين بالنسبة للقصر ومفيدين ومفيدين بالنسبة للحراملك. بأكيد يا مولاي. قلقني قلقني انا جايبك تقلقني. تعال 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 اطلع هوا على الاستاذ النوم. تعال هوا على الاستاذ النوم. وسجاير انت ما سبتهاش في الاوضه ليه؟ يعني مش مآمن لاصحابك؟ ده سجارتين يا معفن. يعني سجارتين خايف عليهم؟ ماشي بعدين بعدين. هقعد الم وراكوا. داخل بسجاير.